السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالكم. اليوم جيت غادي نقدم لكم واحد الحلوة محبوبة الجماهير، ما كاينش اللي ما كيبغيهاش الكبير والصغير، اللي هي حلوة ريش بوند. اليوم بطريقة سهلة، مكونات بسيطة. بسم الله، عندنا هنا 4 ديال البيضات، كاس ونص ديال الزيت، كاس ديال سنيدة، 2 خمارات، قشور ديال الحامض، 2 فاني، 2 معالق كبار ديال الحليب بودرة، والدقيق عندنا 700 غرام، وهنا قبيصة ديال الملحة غادي نزيدوها. بسم الله، غادي نضيفو سنيدة مع البيض، نخلطو مزيان حتى نضيفو الزيت حتى هو صافي. ودابا غادي نخلطو مزيان، تقدروا ديرهم في شي روبو اولا العجانه ديالكم، وتخلطوها مزيان مزيان حتى تذوب. كنبقاو نخلطو حتى كيولي هذا الخليط هكذا بيض، كتكون ديك الساعه دمجتنا سنيده وما بقيناش كنحسو بدوك الحبيبات ديالها. غادي نزيدو قشور ديال الحامض و2 معلقات ديال الحليب بودره، 2 خنيشات ديال الفاني، هاد الحليب بودره كيعطيها واحد الهشاشه كتذوب في الفم، وواحد المذاق كيضيف ليها غزال صافي. نخلطو عاوتاني مزيان، وغادي نضيفو الطحين ديالنا 700 غرام اللي نكونو ديجا غربناه من قبل مع 2 خمارات. غادي نضيف الطحين على 2 دفعات، كتبقى الطحين على حساب نوعية الدقيق اللي عندكم، كاين اللي كيشرب دغيا وكاين اللي لا. انا بهذا الطحين هزات ليا 700 غرام، غادي نخلطوه. انا غادي نحيد هذا، نستعمل يدي من الاحسن، تقدروا ديروها في العجانه في اي روبو كان عندكم، او لا تخدموها غير بيديكم. بسم الله، صدقوني بهذه الطريقه راه ما كتجيش قاصحه، وكتجي هشيشة ومذاق غزال. صافي، انا غنخلط هاد الطحين ونزيد الطحين الاخر.
غادي نضيف دوك جوج خمارات، وباقي الطحين اللي بقى لينا. صافي، نجمع الخليط. انا دابا غادي نجمعو ونوريكم العجينه كيفاش كتجي، عجينه رطبه وخفيفه. صافي، ها هي. من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا، انا زدت على ديك 700 غرام، زدت جوج معالق كبارين، كانت جاتني باقا خفيفه، زدت جوج معالق كبار. وشفتوا ها هي العجينه كيفاش كتجي خفيفه. صافي، دابا غادي ندوزو نديرو الكويرات ديالنا ديال الريش بوند بهاد الطريقه. كاين اللي كيديرها كل وحده بوحده، ولكن الحلوه ديال الريش بوند اللي كتجي بالصح ديال الزمان هي كتكورها وكتلصقو جوج مع بعضياتهم. انا دابا غادي نوريكم. صافي، هنايا من بعد كنديرو الكويرات ديالنا، يكونوا على هاد الشكل صغار حيت غادي نلصقو وحده مع وحده، سينو راه تقدروا ديرهم شويه كبارين وديروهم كل حبه حبه، ما تلاصقوهمش بهاد الطريقه، غير هما كنفرقوا بيناتهم، ما تلاصقوهمش هنايا حيت مازال غادي تنفخ لنا في الفران. صافي، نكملوا العجينه ديالنا كلها بهذه الطريقة. الكرة بحال هكا كتهزنا واحد 7 أو 8 غرام تقريبا، إلا بغيتوهم يجيو في عبار واحد. أنا كتعجبني الريش باند اللي كنلصقو وحدة مع وحدة، ماشي كلها وحدة بوحدها. صافي، دابا أنا غادي نكمل العجينة ديالي اللي بقات ليا، ونرجع نوريكم كيفاش كتجي من بعد. والفران كندخلوه على 180 درجة، طيب شوية من التحت عاد نطلعوها الفوق تحمر. ما تحمروهاش بزاف، غير تولي ذهبية، ما تاخدش اللون بزاف ديال الفران. صافي، وبهذه الطريقة غادي نكمل العجينة اللي بقات ليا هنايا. صافي، بهذه الطريقه كنكون كملت الطاوه ديالي الاولانيه. هانت نحيدها ندخلوها للفران، ومازال ليا هادشي. صافي، غادي نكمل العجينه ديالي كلها، نطيبها ونرجع نوريكم الطريقه ديال التزيين ديالها. وها هي الكميه اللي خرجت ليا ديال 700 غرام. دابا غادي ندوزو نوجدو الكونفيتور ديالها. كناخدو هذا، انا مولفه كنصايب الكونفيتور في الدار، ولكن ديال الحلويات هذا كيكون مطحون مزيان وكيكون سائل، هو اللي كيصلح مع الحلوه ديال الريش بوند. وهنا عندنا الكوك، وهنا غادي نديرو واحد 3 المعالق كبار ديال الماء زهر، ها هو ديجا درتو هنايا. وغادي نزيد عليه العلبات الكونفيتور، انا ديجا عندي هذه مبديه، خدو نتوما وحده كبيره هي اللي غادي تقدكم، غيشات منها غير شي حاجه غادي تاخدو. انا غادي نبدا بهذه وعاد غادي نزيدها مع دوك 3 المعالق كبار ديال الماء زهر. صافي، غادي ناخدو، وهاد الخليط خاصو ديما يكون سخون، غادي نسخنو. صافي، ويسخن ونديرو فيه الحلوة ديالنا. غادي نوريكم دابا الطريقة، غادي نخلي هذا يسخن شوية ونرجع نكمل معاكم. صافي، هنا من بعد ما سخن لينا الكونفيتور خاصنا نخدمو بيه ديما يكون سخون، الا برد لينا نعاودو نردوه يسخن
ونكملوا الخدمة ديالنا. نشدوا الريشبون ديالنا، نلوحوهم في لا كونفيتور ونخليوهم واحد شوية، ماشي غير نلوحوهم ونحيدوهم، نخليوهم واحد شوية في يشربونا ديك لا كونفيتور مع الماء الزهر. بهذه الطريقه هذه صافي، نخليهم شويه وعاد نديروهم في الكوك. صافي، من بعد ما داز واحد شويه غادي ناخدو جوج بحال هكا، نسقطروهم من السائل ديال لا كونفيتور ونديروهم في الكوك بهذه الطريقه. صافي، وها هي الريش بوند ديالنا واجده، وهي شحال ما تعطلات عندكم في الدار، شحال ما كتزيد ترطاب، ما تاكلوهاش النهار الاول، ما تقولوش قاصحه، حيت هي شحال ما بقات شحال ما عاد كتزيد ترطب. صافي، غادي نكمل الحلوه ديالي اللي بقات بهذه الطريقه. ناخد جوج عاوتاني، ندير وحده مع وحده بهذه الطريقه ونديرهم في الكوك. صافي، ها البول دو نيج ديالنا حلوة الريش بوند، صوبناها. انا دابا وريتكم غير الطريقة كيفاش تخدموها، وصدقوني بهذه الطريقة كتجي هشيشة مع داك الحليب بودرة اللي ضفنا فيها، كيجي ياسر. صافي، ها هي الحلوه وجدت لينا، شفتوا كيفاش كتجي؟ هذه الكميه اللي خرجت ليا بحال هكا، ها الطبسيل عامر. نتمنى تجربوها وتردوا عليا، وما تنسونيش من البارتاج مع الحباب والصحاب والتعليقات، وبالصحه والراحه.